أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صحة هذا الاعتقاد؟ مشروعية إهداء العمرة أو الطواف للنبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن بعض الناس طاف واعتمر وأهدى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه في المنام وقال له: قد حلت لك شفاعتي. هذا لم يرد به دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام لم يرد دليل على ذلك فإننا لا نعمل به ولا نهدي العمرة والحج للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أغناه عن ذلك، ولأن له من الأجر مثل أجور أمته. فأنت إذا حججت على الوجه المشروع فللرسول صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل أجرك في هذا الحج، وإذا اعتمرت على الوجه المشروع فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، وإذا صليت على الوجه المشروع فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك. وأي عبادة، أي عبادة تعبد الله بها على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فللرسول من الأجر مثل أجرك، بدون أنك أن تهدي إليه. الله هو الذي أعطاه هذا، له من الأجر مثل أجور أمته عليه الصلاة والسلام، فلا داعي لهذا. نعم.